الله عليكم. يقول: هل يجوز لي الزواج من الثانية بدون أن تعلم الأولى لأن الأولى لن ترضى؟ ليش يا خواف؟ ليش أكثرنا جبناء في هذه المسألة؟ لا تخبرون النساء بعدين يمكن ما يقبلون حتى الحديث. يا إخوتاه، ليس للمرأة الأولى حق في أن تمنعك أو تحول بينك وبين الزواج، ولكن أنت اختبر نفسك. إن كنت رجلا تجد في نفسك القدرة على العدل وقلبك قوي وتتحمل ما تسمع وتغض الطرف عن كثير من الكلام وتجتهد أولا في العدل فأقدم. وأما إن كان يغلب على نفس ظنك على ظنك أنك ستميل كل الميل وأنك ستحيف فلا تقدم.